صباح الخير، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. احنا اليوم شوف البارح شنو كان واليوم اش ولا. البارح شميشه واخا كان شويه ثلج، ولكن اليوم ما كاينش شميشه، كاين غير ثلج ثلج ثلج. وتبارك الله الثلج يعني طاح مزيان، طاح مزيان الثلج البارح بالليل، واليوم راه باقي لدابا. وعلى ما شفت انه زعما اليوم وغدا، ماشي اليوم وغدا، تقريبا هانت 15 يوم كامله ما غاديش يحبس لا في الصباح لا في العشيه. يعني اللي عنده شي حاجه يقضيها غير يخرج يقضيها، يدين يجي الطوموبيل، يدين يجي بلاصتو صافي يمشي يقضي الغرض. شوفوا شنو كاين مورايا هنايا، كتبان ليكم البارة هي اللي كتخدم معنا دابا في الثلج، باش غادي نحيدو بها هكا شويه الثلج ونديني جي حتى فوق الطوموبيل. لانه هانتوا انا نقلب لكم دابا تشوفوا كيفاش دايره، راه ما نقولش ليكم تقريبا راه واحد 15 سنتيم فوق من الطوموبيل. المهم انا نوريكم دابا. اول حاجه بعدا راه هي الليغات، ما يمكنش تبداو شي حاجه بلا الليغات، ولا ماشي تبداو، ما يمكنش تخرجوا من الدار بعدا بلا الليغات. دابا هما الاولين، الجو زوين 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 زوين، ما كاينش شي برد اللي قاصح، ولكن كاين ثلج. يعني دابا غير البارح حتى انا الطوموبيل، اليوم بغينا نخرجوا خصنا نديريجيو البلاصه ديالها. ديجا الطريق راه داز و يعني محيدين منها الثلج، ولكن البلاصه ديال الطوموبيل خصنا ننقيوها، وخصنا ننقيو حتى الطوموبيل باش نخرجوها. وداك الشيء اللي غنديرو دابا قلت لهم صافي غير خليو هذاك الطوموبيل، بغيت انا نهبط نديريجي هاد الصباح نجربو، المهم نشوفو كيفاش كتكون الخدمه. هادشي كامل هنا الثلج، دابا كيفاش غندير باش نجبد باش غندير نجي الطوموبيل؟ ضروري خصني نجبدها من الكوفر، كوفر عامر. مهم هنايا في الجناب هانتوما كتشوفو، غنحيدها واقيلا هي الاولى بالبالا باش تخفف عليا شويه الدنيا، عاد ندير نجي الطوموبيل ونخرجها. شوفوا معايا هنا رجلي شي كتمشي. المهم نحيدها هكا شي شويه باش ما يطيحش يدخل لداخل. كيزيد يهبط، انا كنحيد وداكشي كيزيد يهبط، ولكن هانتوما كتشوفو هنايا مورايا راه
بعد ما سالينا مشينا نقضي واحد الغرض، وفي الطريق دزنا على واحد البلاصه كما كتشوفوا هي غابه، ولكن شفت فيديوهات ديالها في الربيع كيفاش كتكون رائعه رائعه. قلت غنوريها لكم دابا تشوفوها في الثلج، وان شاء الله من بعد نوريها لكم في الربيع لانها كتكون زوينه بزاف، كتكون الخضوره. المهم هنا من بعد ما رجعنا قلنا ما غنطلعوش، عجبنا الجو، درنا هاد الحفره بحال هكا وبدينا كنصايبو اون دو نيج. من بعد قلت لهم خليكم نتوما تصايبوا، غنمشي انا نقلب لكم على العويدات الى لقيت باش نصايبوا النيف والعوينات وداك الشيء. عرفتوا انا غاده وكنشوف كنقول سبحان الله، البارح كنت يعني كنطل هكا من البالكون كتبان لي الدنيا فيها الثلج ولكن ماشي لهاد الدرجه، كتبان لكم بيضه غير شي شويه. اليوم تبارك الله فقنا، عرفتوا الثلج حتى لين واصل، يعني من با واحد 14 ساعه تقريبا صافي الدنيا كامله تغطات بالثلج كامله كامله. هنايا كنت جيت لواحد البارك حدانا ولقيتهم حتى هما مصايبين هذاك الشيء اللي كنصايبوا فيه حتى حنا دابا، يعني في كل بلاصه كتلقاوهم كيصايبوا من الوليدات. هما هنايا واحد جوج وما هادو اللي كنوريكم في حلقه بصبعي. غير الاشاره البنات انه هنايا كنت ديجا كنسجل الصوت، ولكن فاش وصلت للمونتاج لقيت الصوت مع البرد ما كيتسمع والو، كيتسمع غير البرد، قلت غادي نحيدو ونركب الصوت. بغيت غير نوريكم هنايا، شوفوا راني دخلت لداخل باش نجيب لهم شويه كما قلت لكم العوينات والنيف وداكشي، دخلت لداخل باش نجيبو. وشوفوا رجلي حتى لين كتوصل، يعني الثلج كيوصل ليا تقريبا حتى الركبه ديالي. دي لهم الامانه العينين واليدين. المهم خديت حركه غير شويه وغادي نقطعو طريفات ونديرها. جبال ثلجيه هاهي، شفتو جبال ثلجيه ولا لا؟ هاهي وحده اخرى هنا، خليتهم هما يكملوا داكشي ديالهم وقلت لهم غنطلع نوجد لكم شي حاجه اللي تاكلوها، يعني ما تجيو فين تساليو بعدا تطلعوا تلقاو شي حاجه اللي تاكلوها. هنايا طاحت لي فكره انني نخلط حط بيصين نخلط فيه هذاك الشيء اللي موجود، لا سواء في هكا فروي ولا لي شيبس ولا كيمو ولا شوكولا ولا المهم اللي كان. انا هنايا شاركت معكم هذاك الشيء اللي كان متوفر عندي، وانتم تقدروا ديروا اي حاجه اللي موجوده عندكم. المهم انا هنايا عطيتها لكم غير كفكره، والناس اللي متبعيني من قبل راه ديجا كانوا شافوني واحد المره كنت شاركت معكم واحد البلاطو وعجبكم. بلاطو هكا كنت مشيت غير عند موز الزريعه، كنا ديجا مازال في المغرب، وخديت من عنده داكشي ديال اللوز وبيستاج وشيبس، المهم هذاك الشيء كامل اللي في بالكم اللي عند موز الزريعه، وخلطته في بلاطو جا زوين وكيعطي منايدر زوين. يعني تقدروا ديروا هذا الشيء راه بابسط الاشياء، بابسط الاشياء تقدروا ديروه، كتجي هكا الجلسه زوينه. ويعني المهم ديروا سيب ديروا حد ديروا يعني الوقيته اللي كتكونوا هكا مجموعين صافي. كما كتشوفوا معايا انا هنا درت واحد جوج حبات ديال الكيوي قطعتهم، درت العنب، درت البنان، ما بغيتش نقطع البنان اللي طري لانه غادي يكحل لي، واخا غندير عليه الحامض هما مازال ما غيطلعوش دابا. يعني قلت اللهم ندير هذاك البنان اللي كيكون مجفف وصافي. وحطيت كوكيز، شويه ديال الشوكولا، شيبس، المهم هذاك الشيء كما قلت لكم اللي متوفر عندي، شويه شويه من كل حاجه زوقت بها هذا البلا.
خديت هنا يوغورت اللي غنقسمو في هاد الكيسان وغادي نزوقو بكاجو وبشويه ديال الكراميل. مهم تقدروا ديروا فلون، تقدروا تزوقوا بالزبيب حتى هو كيجي زوين. انا هنا غير نسيت ما درت الزبيب حتى هو كيجي زوين بالزبيب. مهم درت كاجو وغادي ندير واحد شويه ديال الكراميل باش يعطي واحد الحلاوه، لانه هاد يوغورت اللي درت ديال الفرامبواز شويه فيه المروره، يعني درت هكا كراميل باش يجي حلو وكيجي زوين. مهم هذا هو الطبق ديالنا، شوفوا معايا كيفاش جا. هنا غادي نسد معكم فلوغ ونقول لكم نتلاقى معكم في فيديو الجاي ان شاء الله. والناس يلاه تعرفوا على القناة، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. خليتكم على خير كما العادة، باي باي.